المنطقة بيدخل على المنطقة الأثرية وبيمشي، فما بيستفدش أي حد في المنطقة نهائي من المجتمع المحلي الموجود. فإحنا بنشتغل على إيه؟ بنشتغل إن إحنا بنشتغل مع المجتمعات المحلية هنا أو ممولين الخدمات زي أماكن الإقامة غير الفنادق، زي المطاعم المحلية، زي اللي بيشتغلوا على المشغولات اليدوية، إن هم يدخلوا جوه اقتصاد السياحة. ضربوني اتعامل ازاي مع الزبون؟ ما كانش فيه سياحه ريفيه بتنزل هنا سقاره تمشي في الزراعه. فانا دلوقتي اصبحت من مجال التصوير اتنقلت لمرشد محلي.